السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب حضراتكم تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. طبعا تحية حب وتقدير لحضراتكم كل متابعينا من خلال شاشة قناة النهار المتألقة. النهاردة هنعمل حلقة بفضل الله هتبقى حلقة سحور، حلقة لطيفة كده وحلوة، وهنقول لو احنا بندمس الفول، يعني ان طبعا اكيد اللي دمس قبل، بس طبعا في ناس بتبقى على مدار الشهر بتحب تدمس فول على الأقل مرتين، مرة قبل رمضان ومرة في بعد أول أسبوع من رمضان. خليني أقول لحضراتكم تدميس الفول في السريع جدا، أنا هدمسه بطريقة بسيطة وسهلة. النهاردة أنا هطبخ الحاجة دي أو هستخدم يعني الطهي بتاعي في منتجات رائعة جدا. انتوا عارفين أنا دايما بجيب لكم كل جديد وكل حاجة راقية وحاجة حلوة وحاجة زي ما بيقولوا تعيش العمر. أنا بتكلم النهاردة عن منتجات لشركة اسمها بريكوف. بريكوف معانا منتج خاص بيه بيدي اوفرز رائعه. تعالوا نتكلم على محبي الستانلس ستيل. معايا طقم، الطقم ده هيبقى تقريبا 10 قطع، هو موجود في العرض قدام حضراتكم. بصوا قيمه الطقم وجماله. الغطا ده من البايركس، حواف كلها من الستانلس، الغطا تقيل بايركس. الحله مقاس 18 و20 و24. الطقم ده فيه كاسرولة كمان مقاس 16 وصينية مقاس 24. معانا كمان منتجات تانية، بس عايز اقول لكم ده الستانلس ستيل 18/10 من الحاجات القيمة جدا جدا جدا. الشكل مش تقليدي، شكل مختلف تماما. طيب نتكلم بقى على طقم انا شخصيا اسمحوا لي ان انا هكون ايه يعني حباه قوي واتكلم عنه بحب قوي، لانه هو من الاطقم الغالية قوي القيمة قوي اللي اكيد كلنا كان نفسنا يبقى عندنا منها، وخصوصا لما شفنا قناة الطهي القديمة اللي كانت طالعة وكانوا بيستخدموا فيها كل الحاجات الراقية من الزهر. الطقم ده راقي جدا، وده من عائلة بيرغهوف. بصوا الجمال ده، زهر، ده مطلي من السيراميك وطبقة إنامين من جوه، وده علشان نحافظ عليه يا جماعة، بتبقى مسحة زيت بين كل تنظيفة والتانية، ونشيله تمام يدخل الفرن تمام مفيش أي مشكلة. الطقم ده بصوا زهر تقيل، عندي جريل بصوا ألوانه مختلفة، يعني أنا عندي هنا بصوا اللون البيربل منه، وده الجريل مقاس 29 ما شاء الله، حاجة كده تعيش العمر. ده طقم العمر، يورث هذا الطقم يا جماعة. بصوا الألوان، بصوا الجمال، المقلاية دي حديد اللي هي البينك دي، بصوا الجمال، دي مقاسها 27، بصوا الجمال. دي الماركة بتاعته بيرغهوف الشركة، وعايزه اقول لكم الوان كتير، البينك والاحمر والبيربل ومجموعه كبيره من الالوان. الطقم تقريبا عدد القطع بتاعته مناسبه جدا لاي عروسه عايزه تقتني طقم العمر، هيعيش معاها وان شاء الله تورثه لاولادها، وزي ما احنا كان عندنا امهاتنا بناخد منهم في حاجات الزهر دي بتعيش العمر، بتتورث حقيقي، وهو طقم يورث طول ما احنا محافظين عليه. معانا كمان خامه تانية اسمها كاست المنيوم، دي مطليه مادة صحية جدا، دي في منها مقاسات 24 و20، في أطقم رائعة جدا. الطقم اللي معايا ده يا جماعة ده ليو، ده من أحد العائلة، يعني العائلة عندي فيها طقم الرام اللي هو الزهر الجميل اللي حضراتكم شفتوه التقيل الجميل ده، اللي طبعا دلوقتي عليه عرض ما شاء الله تقريبا 30% خصم، يعني نقدر نقتنيه بكل سهوله وبقى في متناولنا، لانه اسعاره تقريبا الفروق بينها وبين اسعار الاطقم اللي بره سواء كانت جرانيت او جرانيت تيتانيوم قريبه، فانا احسن لي اخد الطقم الزهر لانه هيعيش معايا العمر ولبنتي كمان او لابني. عندي اللي هي العائله الثانيه ليو، عندي الطقم ده ليو، بصوا الغطا بايركس زي ما انتم شايفين، فتحات تهويه، شايفين اليد عاملة ازاي، ده من الأطقم برضو لطيفة جدا، ألوان مختلفة جدا، شايفين الجمال، وفي بصوا التصاد بتاعته، أنواع كتير والجريلات وكل ما إلى ذلك. كل الأطقم دي موجودة في شركة بيرغهوف، عاملة أوفرز كتير جدا من هنا لحد إن شاء الله عيد الأم وما بعد عيد الأم طول شهر رمضان المبارك. هنزل لحضراتكم الصفحة، أرقام التليفون للتواصل، تعرفوا كمان أكتر عن الشركة. وعايزة أقول لكم بصوا طقم السكاكين ده طقم هايل، هوريه لكم دلوقتي. بصوا بقى انا هشتغل تشيل طقم السكاكين ده بالمقص بتاعه بالمسن بتاعه، كل حاجته موجوده رائعه. اطقم بقى شياكه، شياكه الشياكه، يعني طقم جامد جدا
وبصراحه الاطقم دي يا جماعه تعيش العمر حقيقي، من الاطقم الشيك. وبعدين بصوا اليد ايه، لا ليها ايد بتتشال ولا ايد بتتخلع، منها فيها ثابته، يعني قطعه واحده، قطعه واحده، ودي حاجه حلوه جدا مع المقص بتاعها، مع المسن، مع جميع انواع السكاكين الصغيره لكل انواع الاستخدامات. طيب تعالوا بقى بينا دلوقتي نبدا. انا احط هنا في الحله البسيطه دي تدميس الرز الفول بطريقه سريعه، وهشتغل هنا مع حضراتكم بالوطنيه المصريه، هعمل الشكشوكه بالسجق. بصوا بقى انا هشتغلها طبعا في البان بتاعه الرون او الطقم الزهر، لانها من اشيك الحاجات، وعلى فكره انا هقدمها على السفره زي ما هي. الوطنيه المصريه هستخدم معاها السجق، وخليني كده ايه اوري حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده السكينه الحلوه دي، هنفتح السجق السوبر بتاعهم هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو زي ما انتم شايفين طلع السجق من هنا. بصوا الجمال، اوريكم بقى الايه السجق بتاعهم. بصوا الجمال، بصوا ريحته، والله ما شاء الله اول ما فتحت. بصوا الجمال، بصوا 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 بصوا، شايفين الوطنيه المصريه، الله اكبر. طبعا احنا قلنا دي لحمه برازيلي يا جماعه، فاخر درجه اولى، هم ما شاء الله في منه بقى بيستخدموا اللحوم البقري والجاموسي، وحاجاتهم كلها رائعه جدا 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 جدا. انا كده هاخد شويه بقى من السجق الحلو ده، خليني بقى معلش انا هاخد من السكينه الكبيره عشان اقطع من السجق. هبدا اعمل الشكشوكه، ناخد صفحه الوطنيه المصريه وارقامهم، وابدا اشتغل مع حضراتكم الوصفه اللطيفه دي، هتعجبكم قوي الشكشوكه دي يا جماعه. وبعدين هحط لكم الفول يتدمس في 5 دقائق، تعرفوا طريقته بس ممكن البدائل بتاعته ايه للناس اللي بتحب تدمس الفول. هقول لكم على كام معلومه بسيطه احنا عملناه قبل كده، وهتلاقوا له حلقات كتير على اليوتيوب، لكن حبيت اعمله مع حضراتكم برضو النهارده. طيب خليني هنا كده نعمل كالاتي، دي الصفحه قدام حضراتكم، وخليني كده البس الجلافز. انا هقطع السجق الرائع، طبعا السجق يا جماعه قيمته في اللحم وحاجة كمان والتوابل اللي موجودة فيه، خلاص يعني احنا ايه السجق بيتعرف من جمال اللحمة اللي فيه والتوابل اللي محطوطة له. انا هاخد بقى كده حبة حلوين، خلينا كده ايه ناخد هنا كده، هقطعهم كده شايفين. طيب انا هشتغل دلوقتي شوية الفول دول بالسجق يا جماعة، هشتغل الفول بالسجق. معلش هنزل لحضراتكم المقادير دلوقتي، وهقول لكم طريقه تدميس الفول كمان. ماشي الكلام، شايفين الجمال، المقادير قدام حضراتكم اهي. يلا انا عندي فول والميه، ده التدميس بتاعه السريع، شوفوا مقاديره. عندي الفول طبعا اللي بنقيه بتاع، بصوا انا بحط بقى فيها هنا، بصوا الجمال، وهحط هنا معاها نقطة زيت حلوة بسيطة. بصوا 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 التسوية في ثواني، في ثواني، ايه الجمال ده. وبقدمها على السفرة لانها من الاطقم الشياكة، بصراحة من الاطقم الشياكة، يعني من الحاجات الشيك قوي، تسوية في ثواني. الحاجات دي على فكرة اللي هي بتبقى تسويتها رائعة في الستيك، بيستخدموها في المطاعم بشكل قوي جدا. انا عايزه اديله التدخينه دي يا جماعه عشان الفول يبقى مدخن، لان انا مش عايزه احط له فحمايه. بصوا الجمال، شايفين ازاي اهو. هبدا انزل معاه بقى كل الحاجات بتاعته، شويه التوابل، عندي هنا الثوم قبل ما احط الفول، لان الفول هياخد من طعم الايه السجق الروعه ده. حبه حلوين كده، يقدر بقى ندخله طاجن، تدخل الفرن، تدخل عادي جدا، مفيش اي مشكله فيها اهو. وهبدا اخد الفلفل الالوان، انتوا الحاجه كده اليميني صح؟ صح كده؟ نقطه عصره ليمون كده، يلا بينا كده كده ايه، تسلم ايديكم. بصوا الجمال، شايفين استوى في ثواني، تسوية هنا يا جماعة رائعة، تنظيفها سهل كمان جدا.
نحط بقى شويه الايه ده، ده بتوع تسويه الفول. خليني كده اخد الملح والفلفل، بهارات السجق كمان، رشه من الكزبره والكمون يا جماعه، حاجه كده حلوه. لو عندنا كمان شويه بابريكا او شطه ماشي، نحط شويه شطه حلوين ونقلب كده تقليبه حلوه للسجق الجميل ده. رشه الملح والفلفل هنحطها حالا، وهنزل شويه الفول في وسطيهم ونبدا ايه نقدم الطبق بتاعنا. ما فيهوش اي حاجه غير كده. تمام، تعالوا كده يلا بينا. هاخد بقى من هنا شويه الفول وهنزل معاهم معلقتين صلصه كده حلوين. عايزين تحطوا معاهم زيت وليمون مثلا ماشي، بس هو بيلاقي معاه الصلصه قوي. الفول ده احنا مدمسينه من الاول، بس هنزل المقادير برضو للي حابب يدمس الفول. خلاص بصوا كده، ناخد بقى معلقه الصلصه الحلوه دي تدي لون حلو كده مع الثوم مع الفلفل الرومي مع الحاجات اللي احنا حطيناها الحلوه اللي بتدي طعم حلو. شويه الثوم والشطه دول يا جماعه في الجون. وخليني برضو هنا رشه، وما تنسوش في التدميس ينفع مع التدميس نحط معلقه طحينه، الفول ما يغمقش، ينفع نحط كركم ما يغمقش، ينفع نحط عصير ليمون وما بيغمقش. كل الحاجات دي ممتازه 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 لتدميس الفول. في ناس بتحب تقل القوام بمعلقه واحده صغنونه نشا مع شويه من الميه مع معلقه صلصه في الاخر، اللي يريح حضراتكم زي ما تحبوا الفول يطلع اعملوه. بصوا كده اهو، انا كده واخده من العصاره، لميت بقى بالصوص اللي نازل من الفول ده، خد العصاره بتاعه الايه السجق اللي اتشوحت جوه البان بتاعتي الجميله دي من الطقم الزهر. بصوا الجمال، ممكن بقى نزود شويه كده ونحطهم من الايه الخضروات. خليني اخد شويه كده ممكن من الفلفل الملون وشويه كده من الطماطم المكعبات البسيطه. روعه روعه روعه، يلا بينا تعالوا بقى نقدم كده في الطبق بتاعنا شوية الفول الحلوين دول كده. احنا تعاملنا مع حاجات الوطنية المصرية. بصوا كده هنحط بقى على الوش شوية طحينة، عصير ليمون، الجو اللي انتوا ايه عارفينه ده. تعالوا كده ايه اخد اللوش ده، ونقدر نقدمها زي ما هي على فكرة في نفس البان الخاصة بيرغهوف. أنا مش هقدمها في طبق على فكرة، أنا هقدمها زي ما هي كده وهحطها هنا. بصوا الشياكة، وتعالوا بقى ناخد كده معلش إيه مسحة كده من الطحينة خفيفة، وهنحط شوية زيت زيتون وعصير ليمون، شوية عصير ليمون. بسم الله، لأن هي بصراحة لوحدها شيك على السفرة يتقدم فيها بكل شياكة رشة الزيت. اللي عايز بقى يحط حاجة حراقة، بس أنا طبعا ما بحبش الحراق في رمضان لأنه بيعطش أثناء وقت الفطور. حاجة كده إيه من الآخر زي ما بيقولوا. شايفين الجمال؟ شياكة 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 على السفرة حقيقي بجد. ونبدأ بقى في الوصفة التانية. عايزة أقول بقى لكل أصحابنا وكل الناس الجميلة المحترمة اللي بتحب تطلع أكلات لرمضان أو تعمل وجبات أو تعمل إفطار لأصدقاء أو لناس من بره. النهاردة أنا معايا بجد برودكت اسمه كاستكو. ده منتجات من الحاجات اللي هي ايه الألمنيوم فويل، البلاستيك، الستريتش، اطباق السلطه، اطباق الشوربه، اطباق تدخل الفرن جاهزه. اللي عنده مطعم وعايز يستخدم حاجه للتجاريه، كل اللي احنا عندي مناسبه وعايزه اعمل في اطباق زي دي. انا رايحه لحد بفطر عنده، والحد ده انا مش عايزه اخد اطباقي وحاجتي، هعمل في حاجات جاهزه وهوديها له. عندهم بصوا الحاجات الاكليريك اللي بنعمل فيها الكنافات والحاجات الجميله. طيب عندي الاطباق الجاهزه دي نقدر ناكل فيها الحاجات الحلوه دي. عندهم الرول بقى الصغير اللي هو بيغلف، والرول الكبير اللي انا اقدر استخدمه لانه من الحاجات اللي بتساعدني ان انا ايه اخد سعر كويس واخد منتج كويس اغلف بقى اطباقي وحاجتي. في كمان صفحتهم هنزلها عندهم كل الحاجات اللي ممكن تحتاجوها ناخدها بقى نعمل منها اطباق الفويل، ندخل الفرن، احنا نسوي حاجات فيها تبقى جاهزه نشيلها في الفريزر بدل ما نشيل في حاجاتنا وخاماتنا. احنا خفيفه جدا في الوزن، سهله في الاستخدام،
الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة. أنا شخصيا يعني لما بكون ببعت حاجة لحد ببعت له من الحاجات دي عشان أنا مش عايزاه يرد لي في حاجتي حاجة، بتوفر وقت ومجهود وسهلة إن احنا نتخلص منها. أنا في عزومة ومش عايزة أتعب وأغسل أطباق كتير، هعمل في الحاجات الجاهزة دي. وشايفين شكلها شيك إزاي؟ عندهم كل حاجة، الشوك البلاستيك والسكاكين والمعالق، كل ما تحتاجوه وكل ما يحتاجه أي مشروع أو أي مكان أو أي مطعم أو أي محل أو حضراتكم في البيت تطلعوا فيه وجبات. في حاجات تانية غير كده كمان، بس أنا جبت لكم الحاجات اللي هي الراقية بتاعت البيت اللي احنا ممكن نستغلها في البيت. شكلها زي الأطباق، بصوا الطبق ده كأنه طبق حقيقي، يعني محطوط له طبق وفوقه طبق كمان للشوربة، حاجات كده شياكة. عشان كده حبيت أشاركها مع حضراتكم معايا لأنه مختلف. لكن الاطباق الفويل موجوده، الاطباق اللي فيها وجبات وفيها اماكن كتير اللي فيها ثلاث وجبات والعينتين والثلاثه والكبير والصغير، دول احنا كلنا عارفينهم ودول برضو موجودين عندهم. اسمحوا لنا بقى دلوقتي نبدا في وصفه سريعه باللحمه الفريش. انا هعملها بصراحه بالشكشوكه، يعني اسمحوا لي اخد الجريل الرائع بتاع الزهر. انا بعشق الزهر يا جماعه. الطقم ده لما جالي هديه، جالي في اول ما كنت عاملة مسابقة في القناة اللي انتوا عارفينها، كانت طهي معروفة جدا جدا جدا، مش في مصر، كانت في دبي، وقدمت في المسابقة وكسبت وبعتولي أول طقم ظهر كان عندهم مع ميكسر عجان هدية. بصوا الجمال، شفت قد ايه قيمة الطقم ده، وكان غالي جدا، ما كانش وقتها صعب ان احنا كنا نشتريه، صعب جدا حقيقي. انا بشكر الشركة انها سمحت ان يبقى فيه خصومات محترمة، ان احنا نقدر من خلال الخصم اللي موجود ان احنا نحصل على طقم زي ده لاي عروسه بتتجهز يكون عندها الطقم ده، لان الفروق في الاسعار يا جماعه ما هياش كبيره بينها وبين الاسعار الاطقم اللي هي زي ما قلت لحضراتكم، اطقم بقى الجرانيت او الجرانيت تيتانيوم او وات ايفر. بستخدم بقى بس السكاكين، هاخد كده هنزل مقادير الشكشوكه دي ينفع بواقي لحمه، بواقي شاورما انا بحبها. اللحمه الفريش دي بقى من ميت لافرز يا جماعه، دي وفيها كده حته كده بصوا دسمه سنه تدي طعم حلو للناس اللي بتحب الايه الحاجات اللطيفه. ميت لافرز دول ميزتهم ان هم خبره 25 سنه في مجالهم. المكان الرئيسي بتاعهم في مدينه نصر، المقادير قدام حضراتكم على الشاشه. هم بيربوا العجول والابقار والحمد لله، يعني اماكنهم نظيفه وبيوصلوا في كل حته، فالدنيا معاهم جميله جدا. انا بسخن هنا الجريل كويس كده، اجرب احط هي التشه دي بقى، شايفين دي؟ بصوا الجمال. عايزين ننزل صفحه ميت لافرز يا جماعه، الصفحه قدام حضراتكم على الشاشه والارقام كمان للتواصل معاهم. خلاص ريحه اللحمه هنا حاجه تانية يا جماعه، تسويه اللحمه هنا في الاطقم الظهر دي حاجه تانية يا جماعه. بصوا الجمال، اللحمه جميله ازاي، بصوا اللون، تستاهل تتحط في الجريل القمر ده حقيقي. بصوا بقى ريحتها، طبعا ما اقولكوش، هناخد كده ايه رشه خفيفه من الفلفل، رشه ملح بحط رشه كده من الكمون، رشه كزبره، رشه كركم. هتقولي مع الشكشوكه، اقول لكم جربوا الطعم كده وقولوا لي الدنيا فيها ايه مع حضراتكم. اللحمه دي روعه، احلى لحمه تاكلوا فيها الستيك. المطاعم كمان الكبيره اللي هي اسمائها كبيره بيستخدموا الماتيريال او الخامات المنزليه اللي هي الحلل والاطقم دي. بصوا كده، بصوا المفروض ان انا ما اطلعهاش بالعافيه بس عشان الوقت. بصوا الجمال، خليني بقى احط معاها شويه من فلفل الالوان، شويه طماطم، فلفل جوليان يدي شكل كده حلو، هقدم في نفس الجريل، وده من اجمل الحاجات، بيبقى شيك قوي يعني، هو تقيل شويه بس كمان نضافته سهله. ميه سخنه بالاسبونجه خفيفه انزل بيها، احلى حاجه. هدي معلقه صغيره من البصل، انا مش هكتر منه لان انا هحط في التوابل بتاعتي فيه بصل باودر توم باودر، فانا مش محتاجه ان انا احط بصل يتحرق هنا، حاجه بسيطه بس للطعم واقدر اخليه باودر. بصوا الشياكه، بصوا جمال اللحمه يا جماعه، بصوا جمال اللحمه. طيب هاجي بقى هنا، بسم الله، اللي عايز بقى رشه بابريكا، رشه اي حاجه مفيش مشكله، انا هحط كده رشه خفيفه من البابريكا خفيفه. وتعالوا كده ناخد البيضات الجميله بقى، اللحمه دي المفروض تاخد لها
بما انها بتستوي على طول ما بتاخدش وقت، ممكن شويه ميه صغيرين وتمام. الريحه والطماطم بدات خلاص بقى تتسبك، الريحه روعه. اللحمه بتاعته ما خدتش معايا وقت يا جماعه، شويه ميه صغيرين هتبدا تصلصل وتبقى روعه. هبدا بقى بسم الله اقدم البيضات الجميله. يا نهار ابيض على الجمال، تعالوا بقى كده بسم الله. جبتي النص ده منين يا روان؟ بصوا بصوا بصوا، حاجه كده جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنهدي النار بقى شويه تتقدم هنا بقى، مش قادره اقول لكم. بسم الله بسم الله بسم الله، هنا كده شايفين. ناخد بقى رشة خفيفة من توابلنا الجميلة دي، رشة ملح وفلفل. اللي عايز يحط يا جماعة فص ثوم ماشي، بيدي طعم وتست حلو جدا عشان على الوش، ورشة كمون. احنا مش عايزين اكتر من كده، والله الريحة روعة. جربوا بس الشكشوكة دي، عندكم بواقي لحمة باقية جميلة، هتستخدموا لحمة ميت لوفرز حقيقي بجد، حاجة كده عبقرية. بصوا الرقم قدام حضراتكم، وادي البيض خلاص. شكرا. تسويه في ثواني يا جماعه، انتم مصدقين الجريل؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا في ثواني معدوده، همسح بس الحرف بتاعه كده وين ايه ونقدمه. اللي عايز بقى يحط صلصه يحط كده كده باليد، ويطلع بقى على حاجه تحتها يعني للسخن جميله، ونقدمه على السفره. بصوا الجمال والشياكه، الله 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 الله. بصوا الجمال بصوا الجمال، شايفين ايه بقى الجمال ده؟ حاجه مغذيه كده والله، وحاجه جميله، وشويه فول من الاخر. ويا جماعه الطحينه، والله معلقه الطحينه مع الفول، هو بيستوي اخواتنا في الشام بيستخدموه، ما بيسودش الفول ابدا، طحينه خام. طيب اسمحوا لنا بقى دلوقتي، احنا خلصنا، وقتنا بيجري بسرعه. اتمنى يا رب يعني الحلقه تكون نالت اعجاب حضراتكم، اكون من خلال برنامجي بقدم لحضراتكم كل ما هو نافع ومفيد وعليه اوفرات كويسه تناسب حضراتكم. كل ما حاجه تبقى بعيده عن منالنا وقادرين ان احنا نقربها من خلال يعني اصدقائنا او الناس اللي بتنزل من خلال برنامجنا للثقه الغاليه المتبادله بيننا وبين حضراتكم، اتمنى يا رب اقدمها لكم واكون سبب في الخير ليكم. من هنا الحلقه جديده، اشوفكم على الف خير، ولا يكتر على الله اني دايما اشوفكم فاحسن صحه احسن حال. ربنا يرزقكم من وسع، يتقبل اعمالنا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم.